أحسن الله إليكم. أنا مصاب بمرض الكلى وأمرني الطبيب بعدم الصيام، ولكن لي رغبة شديدة بالصيام، فهل أقطع رأي ورغبة الدكتور وأصوم أم في ذلك خطر علي؟ لا 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 تقطع رأي الدكتور، فإذا كان الصيام يضرك أو يؤخر البرء فإنك تفطر، إن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الحمد لله. نعم.